أحمد فوزي، حكاية مصرية جميلة. في شركة معروفة قوي اسمها يونيليفر، دي بتعمل حاجات منتجات كلكم بتستخدموها كل يوم. فأحمد بدأ يحس انه مش شايف الدنيا كويس، الدنيا زغللت. فقوم خد قرار، والشركة كمان عملت له قرار خاص. عشان بس هي الفكرة في ايه؟ في انه احمد عايز يبقى موجود، يعني عايز يعمل حاجة حقيقية. تعالوا نسمع تجربة الأستاذ أحمد فوزي. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بيك يا فندم. زي حضرتك؟ تمام الحمد لله. نورنا يا أحمد. ده نور حضرتك يا فندم. أحمد خريج تجارة إنجليش سنة 2000 بالظبط كده. تمام. كانت الأمور كلها عال لما تخرجت؟ أنا تخرجت في سنة 2000، ما دورتش على واسطة أو أدخل بنك. اشتغلت في شركات صغيرة في الأول. كويس. أول 3 سنين اتنقلت في 3-4 شركات، حد الحمد لله لما خدت خبرة في مجال التصدير. جات لي الفرصة لأن انضم للشركتي اللي أنا حاليا فيها في 2003. في 2003 ل 2005 جات لك الفرصة بقى بواسطة بمعرفة ولا بشغلك بقى؟ لا بخبرتي يا فندم. بخبرتك. كويس. كمل يا أحمد. في 2005 نقلت من مجال التصدير لمجال البيع. في نفس الشركة؟ في نفس الشركة بس في بلد تانية غير مصر. في 2008 ربنا كرمني ببنتي الوحيدة. ربنا يخليك يا فندم. ليه وحيدة؟ انت لسه صغير، ممكن تخلف وتخلف وتخلف. يا عالم. طيب الحمد لله. ربنا يرزقك ان شاء الله. من اول 2008 بدأت احس ان انا مش شايف الشاشة قوي، فبدأت اكبر الشاشة شوية في شوية لحد لما جيت في 2010. لما انا رحت للدكتور في 2008 قال لي انت عندك مرض إيه؟ نادر اسمه ستارجرت سموكيلر ديستروفي. المرض ده بيصيب الشباب او الشباب في منتصف الثلاثينات، نادر جدا، مؤداه ان هو عند اول الاربعينات بيبقى فيه فقد بصر تام. فقعدت اكبر طبعا الشاشات الكمبيوتر. الدكتور ده قال لك الكلام ده؟ ده دكتور مصري. دكتور مصري شافك وقال لك ان انت عندك مرض غريب او نادر. يفقد البصر بالتدريج. ودخلت على الانترنت بعديها لقيت فعلا الموضوع ده مظبوط. كويس. الكلام ده من كام سنه بقى؟ في 2008. بنتكلم من سنه 8. في 2008. 8 بقى لنا 6 سنين يعني. ايوه فعلا. بعدين بدا بصرك فعلا يتراجع. يتراجع واكبر الفونت بتاع الشاشه. مش شايف الشاشه تشتغل ازاي بقى؟ بدات اكبرها لحد في 2010 ما بقتش شايف الشاشه ولا ملامح الناس اللي قدامي. بقيت فاكر بس ملامح الناس اللي انا كنت اعرفها. بقيت احفظ الشوارع اللي انا بتحرك فيها. وتمشي لوحدك؟ وامشي لوحدي. بعصايا؟ من غير عصايا. معظم الشباب ذوي القدرات الخاصه مش بيحبوا يمشوا بعصايا دلوقتي، بيحبوا يمشوا كده من غير عصايا. طيب. في 2010 كانت الدنيا بالنسبه لي مش شايفه اي حاجه خالص. كان من السهل على اي شركه ان هي تقول لي تشيك هاند، شكرا مع السلامه. بس قالت لي ما تقلقش انت معانا ومكمل معانا، عشان كانوا عارفين شغلي ومجهودي في الفترات اللي قبل كده. هتكمل معاهم ازاي بقى يا فندم؟ هتكمل معاهم ازاي؟ قالوا لي انت خليك مطمئن، عندك بيتك واسرتك والتزاماتك، مرتبك مكمل. في اللحظه دي وانا مش شايف اي حاجه وبسمع الكلام ده كانت تقيلة عليا. اللي انا بتروح الشغل يا احمد؟ كنت بروح الشغل. بتروح الشغل ما بعملش حاجه. كانت تقيلة عليا جدا اللي انا اقعد اخد مرتب من غير ما اعمل اي حاجه في شغل. الكلام ده سنه 10 2010 قالوا لك اتفضل استاذ احمد زي ما انت موجود، مرتبك ماشي وعلاواتك ماشيه وكل حاجه تمام وبيتك مفتوح وبنتك ربنا يخليها لك بتربيها وكله تمام، واقعد على الكرسي بس اشرب شاي وقهوه. صح صح. كان صعب عليا جدا اللي انا يعني ما ردش جميل للشركة. كان ممكن أي شركة تانية تقول لي خلاص اقعد في البيت حتى كمان. فالحمد لله صديق عزيز عليا جدا اسمه عمرو دابس قال لي تعال اتمرن على سوفت وير اخترعوه في أمريكا بيخلي الإنسان يسمع اللي موجود في الشاشة. السوفت وير ده عمرو دابس. عم دعبس هو قال لك كده؟ صاحبي.
ده مين دعبس ده؟ عمرو دعبس. عمرو دعبس؟ عمرو دعبس. انا سمعت عم دعبس. لا عمرو دعبس. عمرو دعبس صديقي. ده زميلك؟ صديقي. لا صديقي. يعني مش جوه الشركه يعني. هو اشتغل بقى، بدا يدور على مخرج ليه. فقال لي قال لي تعالى. قال لك السكه دي؟ قال لي السكه دي. رحت اتدربت هنا في القاهره، انا اساسا من اسكندريه. ان الشاشه تقول لك ايه اللي مكتوب فيها. ايه اللي مكتوب فيها؟ المفروض التدريب ده ياخد 3 شهور، حاولت اعمله باقصى وقت ممكن، اخدته في شهر لان كان نفسي ارجع تاني في اسكندرية. نفسي ارجع تاني اسكندريه واثبت لنفسي الاول ولشركتي والاهلي ان انا اقدر اشتغل واكون عنصر ايجابي في المجتمع. كويس. رجعت الحمد لله، بدات اعمل كل الشغل اللي انا كنت بعمله قبل كده ويمكن طورته كمان. أنا مش فاهم، رجعت انت اصلا؟ انت اسكندراني؟ اسكندراني. وبتشتغل في اسكندريه؟ بشتغل في اسكندريه بس جيت انت جيت القاهره. خدت الكرسي ده في القاهره؟ في القاهره. شهر؟ شهر. ورجعت اسكندريه جاي؟ ورجعت اسكندريه. كويس. لما رجعت اسكندريه بدات اشتغل تاني. انا كان جوايا ما عنديش الثقه ان انا ممكن اقدر اعمل الشغل تاني بالسرعه اللي انا كنت بعملها قبل كده، بس الحمد لله بدات اعمل الشغل تاني بكفاءه جدا. في 2012 قالوا لي طيب يا فوزي، هم بيقولوا لي في الشركه كلهم يا فوزي، ايه رايك اللي انت كشركه نعمل تنميه مستدامه للمكفوفين في مصر برضو. فعملنا مشروع صغير اسمه مشروع إرادة. المشروع ده بدأ من سنة ونص تحديدا، بيقوم على ان ضعاف البصر او كفيف بيقوم بالبيع منتجات الشركة عن طريق التليفون لقطاع معين، قطاع الصيدليات، لان ده القطاع الوحيد اللي هو ممكن ياخد معاملة بيعية عن طريق التليفون، مش من عن طريق ان عربية تجيله ويشوف المنتجات. يعني تقوله في التليفون عندنا كذا وعندنا كذا، نبعت لك ايه ونبعت لكش ايه وكذا. والشخص بياخد الاوردر بيسجله على الكمبيوتر وبيتعامل معاه بسرعة، لان الناس دي بتبقى عايزة تعمل اوردر سريع، مش تستنى تدور على السعر او تدور على ايه الموجود. والصيدلي بيبقى مش عارف اللي بيكلمه انسان كفيف او ما بيشوفش او ضعيف بصر. اول واحد دخل معايا في المشروع وكان في التيم كان علي مسلمي. كنت قلقان جدا ان هو ما يعملش اي اوردر. الحمد لله بدا يشتغل. منين علي مسلمي ده بقى؟ جبته من جمعيه في اسكندريه اسمها جمعيه بنات النور. عملت زي انترفيوهات لمجموعه معينه من الناس. كويس. اخترت 4 منهم. الاربعه قلت لهم احنا هنتدرب مع بعض على الكمبيوتر وعلى ازاي تبيع في التليفون وعلى منتجاتنا، واكتر 2 شاطرين فيكم هم اللي هنبدا بيهم، لان دول الهدافين اللي انتوا لو انتوا نجحتوا هتقدروا تفتحوا باب رزق لناس كتير تانية ان هي تبدا تخش والشركه تثق فيكم في الفكره. في الفكره. فبدأت بزميلي العزيز علي مسلمي في اكتوبر 2013، كان اول اوردر يتعمل عن طريقه، والموضوع بدأ ينجح ويزيد. بقينا 1 2 3، بقينا 3 اشخاص في اسكندرية وبيقفلوا بأرقام معقولة وكويسة جدا، الشركة بتقدرها. وبالتالي الشركة قالت لي ان شاء الله نبدا نستمر في توسع الموضوع ده في القاهره وفي الصعيد وفي كل مناطق مصر، يعني مش هنهتم باسكندريه او القاهره، لا انا ناوي ان شاء الله الموضوع يبقى على مستوى الجمهوريه كلها، لان احنا عندنا كذا فرع في الشركه، في الشركه على مستوى الجمهوريه كلها. الحمد لله الشركه كرمتني عالميا وسافرت لندن واخدت يعني جائزه عالميه على مستوى الشركه بسبب الموضوع ده. اللي انا عايز اقوله، الشركه الاصليه بتاعتكم بقى اصلا في اوروبا. في اوروبا. فانت رحت الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي. اللي خلاني اجي اقعد مع حضرتك وابقى قدام التلفزيون قدام 4 مليون او 5 مليون مشاهد لحضرتك هو الاهتمام بالعنصر البشري. لو الشركه اللي انا كنت فيها ما اهتمتش بيا كانسان، ما كنتش جيت قعدت مع الاعلامي الاستاذ محمود سعد. ربنا يخليك. لا ده واجب علينا. لا ده جهدك، ده شطارتك انت. كنت ممكن تكتفي بالمرتب تعمل اي حاجه تانية وانت يعني انت دلوقتي
مش شايفني. شايف هيكل قدامي تقريبا، حضرتك لابس جاكيت، مش عارف لابس كرافتة ولا لا. مش شايف، بس شفت حضرتك زمان يعني، عرفني يعني. آه طبعا. عارف شكلي. آه طبعا. كويس. مش عارف بقى شعرك يا ريت ما شفتني، كنت تخيلتني احلى بس يعني. انما انت دلوقتي شايف تشاش. بس مش شايف ملامح وشك، ملامح وش حضرتك، لان انت في مراحل متاخره من المرض. بالظبط. المفروض يعني ربنا يشفيك، ربنا كبير ممكن يكتشفوا دواء قوي يعني، بس هو بعد سن الأربعين حضرتك ما تشوفش بقى حاجه خالص. بالظبط. ولو خيروني دلوقتي ان انا ارجع اشوف تاني كويس، او ان انا اتعرف على الناس اللي انا شفتها في الفتره اللي فاتت، لا، لأنا استنى كده واحمد ربنا. يا سلام، ده رأي غريب قوي. أنا واحد يحمد ربنا على السراء والضراء، ده كويس، بس يعني يتمنى من ربنا الشفاء برضو. يعني انت عندك حد في اسرتك جاله المرض ده؟ لا خالص خالص، وكلهم اصحاء، ما فيش الحمد لله، ما حصل لهمش حاجه ابدا، ولا جد ولا اي حاجه. لا لا لا، يعني دي حاله خاصه بيك انت. طيب، وانت دلوقتي بتتعامل مع الحياه هي نفس المعامله، هي الحياه نفس المعامله، خلاص مع زوجتك ومع بنتك كله تمام، كله تمام. العقبه الوحيده اللي ممكن تقابلني او تقابل اي انسان من اصحاب المهارات الخاصه والقدرات الخاصه من المكفوفين، هي التنقل في الشارع المصري. مشكله كبيره بقى دي، مشكله كبيره جدا. مفيش مكان لاوي ذوي الاحتياجات الخاصه، مفيش مكان، صح؟ ان شاء يعني الله، يعني مفيش مكان ليهم في الشارع منظم. منظم هم مكانهم عندنا فوق راسنا طبعا طبعا يعني، بس يعني مش منظمين لهم احنا الدنيا. طب فكرت في ايه؟ طب ايه ممكن نعمل ايه؟ يعني الرئيس النهارده كان في مهرجان رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، وده كان كويس جدا منه، قال هيعمل قرى ومدن والحاجات دي، كويس. احنا انت كدولة دلوقتي، انت شايف رئيس وزراء موجود ووزراء موجودين، ايه المطلوب نعمله؟ وانت راجل شفت الشوارع وشفت الدنيا، عارفها بقى، مش غريبة عليك، انت طبعا عارفها في ذاكرتك لسه طبعا. طبعا. نعمل ايه؟ ما نصلحش الشوارع ولا نصرف فلوس على تصليح اي حاجه غير حاجه واحده بس، اللي احنا نهتم بالموارد البشريه اللي عندنا، ثروتنا في الناس اللي موجوده في مصر. لما حضرتك بتزرع حاجه كويسه في طفل صغير، طول عمره هيفتكرها. لما تبين له الحب وتظهر له الحب وتظهر لاي حد ماشي، لما انا بمشي في الشارع وبيحس ان انا مش شايف، على طول بلاقي حد بيمسكني بيقول لي انت عايز تروح فين. بلاقي ناس كده وبلاقي ناس كده، ممكن تلاقي ناس تغلس عليا، او ممكن تغلس على مثلا بنات ما بتشوفش، بس الحمد لله لحد دلوقتي في مصر غالبيه المصريين بالذات في اي حد كفيف بتحاول تساعده. ايوه، احنا شعب طيب. ده اللي خلاني ان انا يعني انضم عن طريق صديقي محمد الدروي لجمعيه في اسكندريه اسمها جمعيه اسكندريه للموارد البشريه. هدفها تنمية العنصر البشري في اسكندرية. يعني انت هتزود نشاط اجتماعي بقى كمان؟ انا عضو مجلس ادارة الجمعية دي. عضو مجلس ادارة الجمعية. وهي جمعية لا تهدف للربح. يعني انت حسيت انك انت عليك مسؤولية، انك انت لازم تعمل حاجة حقيقية. مش كده ولا ايه؟ بالظبط. وفريق العمل اللي معايا من التيم بتاعي في ارادة، مجرد لو احنا بنعمل دورة تدريبية عن المهارات الاتصال او اي مهارات تنميهم، لازم يكونوا معايا في الجمعيه ويحضروا وانت لما تقعد دلوقتي على الكمبيوتر تكتب اي حاجه تسمعها؟ طبعا تسمعها كويس طبعا. وتعلمت بقى بتاعت البريل ولا اسمها ايه؟ برايل. ما لحقتهاش للاسف. ما لحقتهاش. ده بقت موضه قديمه. بقت حاجه قديمه، الدنيا اتطورت. انت خلاص تمام، متوائم. متوائم جدا الحمد لله. مش منزعج، مش نفسك تشوف حاجه خلاص، شفت خلص الدنيا واختبرتها ولقيت ان الدنيا الضلمه احلى شويه. كل واحد ممكن يبقى شايف الدنيا ضلمه، ممكن شايف منوره، هي اهم حاجه من جواه يبقى شايفها كويسه. لو انا شايف الدنيا وحشه من جوايا، اكيد هقابل ناس وحشه. دي بقى اسمها البصيره. ايه بقى البصيره دي؟ قول لي عليه بقى، وانت حاسسها الوقت ما انا ما اعرفهاش. البصيره اللي انا اقابل واحد اسمع صوته، اعرف هو بيحبني ولا لا، اعرف هو بيحترمني ولا لا، اعرف هو ممكن يشاور من ورايا، يحرك ايده. طبعا. يا سلام. طبعا.
ما هو ممكن يبقى ماسك ساعة ويحرك إيده أعرف إن الساعة بتتحرك، يبقى هو بيتكلم علي وأنا مش سامع أو أنا مش شايف قصدي. يعني أنت تقدر دلوقتي من صوت الرجل اللي قدامك تقول رأيك في هذا الرجل بإذن طبعا يعني مش بنسبة 100% ممكن يعني. لا أنا ما هو في بصيرة، لا البصيرة دي موجودة فيش كلام. يعني لما بركب مثلا في مواصلات عامة أو أحيانا مع سواق تاكسي بعرف السواق تاكسي ده من أول لما بركب، هل الرجل ده هينزلني في المكان الصح ولا ممكن ينزلني في مكان غلط، ممكن لو وديت له فلوس ممكن يديني باقي صح أو باقي غلط، فبعرف اليوم بيبقى بدأ إزاي من المواطن. يا رب يسعد كل أيامك يا أحمد وينجحك ويخليك تبقى حاجة عظيمة جدا إن شاء الله. بدل بتفكر بالطريقة دي هيبقى ربنا معاك طول الوقت بإذن الله. الحمد لله وربنا يحميك يا رب لله. ربنا يحميك. انا بشكرك استاذ احمد جدا، شكرا جزيلا. انا بشكرك استاذ محمود. لا بشكرك على انك انت لواحد عجوز زي تديني حماس، تديني طاقه، يعني انا اخد طاقتي من التجارب الرائعه دي. وما انا اجيب طاقه منين؟ منكم، من حلاوتكم، من حلاوه الشباب اللي بنشوفها طول الوقت. يعني طول الوقت في ناس جميله جدا جدا الحمد لله، في ناس كتيره كويسه، احنا 90 مليون واحد وكلنا كويسين. اهم حاجه ان احنا نحب بعض ونهتم ببعض و ما نفكرش في اي حاجه غير اللي احنا ننجح بعض. يعني برنامج حضرتك ناجح لان اكيد فرد الامن اللي بره ده لما هينجح اكيد المعد بتاع ليه دور طبعا طبعا اكيد حضرتك هتنجح، اكيد مصر كلها هتنجح ان شاء الله يا احمد. ان شاء الله ربنا يوفقك ويسعدك يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا جدا جدا جدا. اشكرك ان انا رايي ان انت حاجه جميله جدا ظهرت في برنامجي، انا اعتز وافتخر بيها. تشرف لي يا استاذ محمد. واشكرك استاذ احمد شكرا جزيلا، وتحياتي لاسرتك ولبنتك الجميله ولزوجتك ووالدك ووالدتك، ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم يا رب. اشكرك استاذ احمد. الاستاذ عبد الخالق فاروق هيقول لك حاجه ايه بقى رقميه، ارقام 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 ارقام، تقول لك اخبار النظام اللي فات كانت ايه واللي جاي في ايه حسب رؤيه الارقام. الارقام تتحدث، اسمع بقى وخد قرارك زي ما انت عايز بعد الفصل ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. شكرا يا سيدي.